ودع لبنان ومدينة بعلبك قامة تقدمية وطنية كبيرة عاصرت المعلم الشهيد كمال جملاط ورافقت الرئيس وليد جملاط في الكثير من المراحل والمحطات، وكانت لها بصمتها المميزة على كافة المستويات الحزبية والوطنية والعربية والفلسطينية. في مأتم مهيب شارك به عدد كبير من السياسيين والأمنيين ورجال الدين والفعاليات وأهالي المنطقة والجوار. حضر الرئيس وليد جملاط ورئيس الحزب التقدم الاشتراكي تيمور جملاط مراسم التشييع على رأس وفد ولفيف من المشايخ ومن مختلف المناطق وفاء لمسيرته النضالية الطويلة. العريض شدد في كلمته خلال المراسم على أننا لن ننسى وفائك وعطائك وحضورك المحبب بين الجميع، وسنبقى أوفياء لك وللرسالة والمبادئ. نأتي إلى مدينة الشمس مرافقين الزعيم الوطني الكبير وليد جملاط ورئيس الحزب تيمور جملاط لنودع رمزا من رموزنا الكبار ومناضلا وطنيا فلسطينيا عربيا. التزم طريق المعلم ونور شمسه السياسي والفكري دوري دياري المناضل الكبير الإنسان الصادق الأمين الملتزم دافئ اللسان المحب المندفع في كل محطات النضال الوطني والعربي الذي عاش لعقود من الزمن برفقة المعلم الشهيد والرئيس الوليد وكان نعم الوفي والمخلص والصابر والصابر على الحياة. هكذا عرفنا دريد هذا الرجل الأبي الوفي من هذه المدينة الكبيرة. جئنا لنقول له هذا الحزب الذي أعطيته عقودا من عمرك لا يزال هو هو على ثوابته ومبادئه وتعاليمه والتزاماته. الحزب الذي قدمت له الكثير تتوالى الأجيال فيسلم كل جيل الأمانة إلى جيل جديد وتبقى الأمانة أمينة في يد الأجيال الجديدة التي تتوارث في هذه المدرسة القيم والنضال وتستفيد من تجارب الكبار الذين سبقوها. هكذا نحن في الحزب كنا وسنبقى أوفياء وعشنا الوفاء معك والوفاء منك يا دريد لهذا الحزب ولكل رفاقك ورفيقاتك ولكل أنصارك. هذا الحزب يا دريد عندما أتحدث عن الثوابت أبدأ بفلسطين الأمانة، فلسطين التي عشت قضيتها وكنت مجاهدا من أجلها وحاولت أن تدخل إليها من غور الأردن ومع مقاتلين مناضلين مقاومين يوم لم يكن ثمة مقاومة ونضال كما هي الحال اليوم وكانت الإمكانات ضعيفة. اندفعت وذهبت مع رفاق تحمل السلاح في محاولة الدخول إلى فلسطين التزاما منك بقضيتها. فلسطين اليوم هي القضية هي العنوان كانت وتبقى قبلتنا وها هو زعيمنا ورمزنا وقائدنا انطلق بعد وقت قصير من عملية الطوفان الأقصى وكان السباق على مستوى كل هذه المنطقة يوم قال نعم لفلسطين نعم لشعبها نعم لمقاومتها في وجه الاحتلال الإسرائيلي. فلسطين أمانة وفلسطين تبقى أمانة كما أردت أنت يا دريد وكما ناضل وعاش كثيرون في الحزب
إلى جانب جمال جملار الذي حمى ثورتها وشعبها وقضيتها وحق أبنائها في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم. هذه هي أولى الأمانات. أما الجنوب الذي أوصى به المعلم الشهيد على مدى عقود من الزمن الحكومات اللبنانية لدعم أبنائه وتعزيز صموده وبناء مقومات الصمود المدارس والمستوصفات والملاجئ، هذا الجنوب كان أمانتنا وهو اليوم أمانتنا، ونحن على الأمانة أوفياء. هذا هو موقفنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المفتوح على لبنان منذ 48 حتى الآن. ولذلك مرة جديدة ونحن نحمل الأمانتين نقف في الجانب الصح من التاريخ لنقول نعم لشعب فلسطين في قتاله ضد إسرائيل، ونحن مع أبناء الجنوب في جهادهم وصبرهم وصمودهم في مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يستهدف منطقة فحسب، إنما كانت ولا تزال النوايا تستهدف كل لبنان. في لبنان في الداخل يا دريد كنت أحد أبرز المناضلين دفاعا عن الوحدة الوطنية اللبنانية، عن رفض في وجه مشروع التقسيم والتفتيت والانعزال والانغلاق. نحن اليوم نتقدم من باب الواجب من أجل إطلاق مبادرات ومحاولات، نطرح الصوت، نقول الأفكار بكل هدوء بكل شجاعة، لا مسايرة لهذا الفريق أو ذاك، إنما انطلاقا من معرفتنا بتاريخ لبنان ومعادلاته وتوازناته وكيفية التعاطي بعد كل التجارب التي مررنا بها. من هنا كنا أول المبادرين قبل حصول الشغور الرئاسي إلى محاولة التفاهم مع الشركاء في البلد من أجل الاتفاق على رئيس للجمهورية. نتفادى الشغور، نعيد بناء المؤسسات، وبعد الشغور استمرت المحاولات ولا تزال مستمرة حتى اليوم. العنوان والهدف حماية لبنان، حماية الكيان في ظل ما يجري في المحيط بما يهدد كل كيانات المنطقة. هذه هي المسؤولية الوطنية اللبنانية، بعيدا عن خطابات الشعبوية والعبثية والكراهية والعنصرية والدعوات إلى تفتيت وتقسيم وفيدرالية. هذا هو موقعنا وهذه هي أمانتنا الثالثة. نلتزم باتفاق الطائف، ندعو إلى تطبيقه ثم إلى تطويره عوض الدخول في مراهنات خطيرة جدا لن يحصد منها أصحابها إلا الخيبات والصدمات، لكن سيدفع لبنان الثمن الكبير بنتيجتها. ثمة عبء في لبنان اجتمعنا حول مناقشته والنزوح السوري في المجلس النيابي في الحكومة. نحن منذ البداية كان لنا موقف ولا يزال، المسألة لا تعالج بالعنصرية أو بالتطرف أو بالحقد، ثمة مشكلة معقدة متشابكة. نحن مدعوون إلى الذهاب إلى موقف وطني لبناني موحد على قاعدته، نناقش الدول المعنية ونناقش الدولة السورية رغم موقفنا الثابت من النظام، لكن لابد من معالجة هذه المشكلة والحوار مع الدولة السورية. هذا الأمر إذا تعاملنا معه بهذه الروحية يمكن أن نصل إلى نتيجة واقعية مقبولة تعالج شيئا من المشكلة الكبيرة التي هي أكبر من لبنان. أما الدخول في متاهات ودعوات العنصرية والفوضى والشعبوية فهذا أمر خطير لن يؤدي إلا إلى تعميم الفوضى. يا دريد ثمة كثير من الكلام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والمطلبية على كل المستويات، وأنت كنت في طليعة كل التحركات والمظاهرات. ما أقوله لك
أصدق تماما، هذا الحزب سيبقى قويا متماسكا قائدا رائدا لكل التحركات الوطنية الشعبية المطلبية التي لا تميز بالهدف بين مواطن وآخر ومنطقة وأخرى. هذا هو تاريخ الحزب، ونحن ثابتون على هذا التاريخ وعلى هذه المبادئ. لذلك كل الهيئات الحزبية مستنفرة في هذا الاتجاه تحت العناوين التي ذكرت. بهذا المعنى يا رفيق دريد، ونحن نودعك، نقول لك باسم الزعيم الوطني الكبير وليد جملاط ورئيس الحزب تيمور جملاط وكل الرفيقات والرفاق والأنصار في كل المناطق اللبنانية، وقد جاء كثيرون منهم من عدد كبير من المناطق ليودعوك، نقول لك لن ننسى وفاءك وعطاءك ومحبتك ودماثة أخلاقك ولطفك وحضورك المحبب بين الجميع. سنبقى أوفياء لك، لكل من سبقك، للرسالة، للثوابت، للمبادئ. السلام عليك والرحمة لك، إن لله وإن إليه راجعون. وألقى المحامي سعد الدين الخطيب كلمة نقابة المحامين 50 عاما وأكثر ممثلا للنقابة خير تمثيل. هذه النقابة التي أعطيتها من فكرك وعلمك وعروبتك ووطنيتك. ماذا نقول في الأستاذ دوري؟ كبير نقابتنا، عليم في مهنتنا، مناضل في وطننا. أستاذ دوري ليس فقط أحد أعمدة بعلبك، إنه أحد أعمدة الحق والعدالة في نقابة المحامين. وداع مهيب يليق بدريد ياغي، تحية وفاء لنضاله ومسيرته.